نادي الزمالك. اهم نقطه قوه قبل بس ما نقول لحضراتكم نقاط القوه اللي موجوده في هجوم نادي الزمالك، وصول لاعبي النادي الاهلي الى استاد اللي هتلعب عليه هذه المباراه على الهواء مباشره، استاد محمد بن زايد، الحقيقه واحد من التحف المعماريه المتواجده، التحف المعماريه الرياضيه المتواجده في دوله الامارات الشقيقه. وصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، زي ما حضراتكم شايفين دائما بنحاول نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره بكل ما يحدث في الامارات. بنشكر طبعا كل المجموعه اللي موجوده في الامارات ومتواجده، وبتحاول على قد ما تقدر ننقل لحضراتكم كل ما يحدث في الامارات. النجم الكبير كابتن احمد فتحي ووصوله ووصول لاعبي النادي الاهلي الى استاد محمد بن زايد.